يقول أصلي قبل صلاة العصر 4 ركعات، فإذا لم أتمكن إلا من صلاة ركعتين فهل أصلي الركعتين الباقيتين بعد الصلاة في وقت النهي؟ صلاة العصر ليس لها راتبة قبلها ولا بعدها، ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، ولكن يشرع للإنسان أن يصلي قبلها إذا اتسع الوقت، صلي ما تيسر ركعتين أو 4 ركعات، ويعتبر هذا من النفل المطلق. وإذا لم يصلي قبلها شيئا أو صلى ركعتين فإن هذا يكفي، نعم، ولا يصلي بعد صلاة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.